المصرية وصوته المميز تمكن من جذب قلوب المشاهدين إليه، سواء بمشاركاته في الأعمال الفنية السينمائية منها أو المسرحية أو الدرامية، أو من خلال تجسيد عدد من القصص الوطنية، سواء من خلال مشاركته في عدد من الأفلام التسجيلية التي تحكي عن مقاومة الجيش المصري، أو تجسيد بعض القصص الهامة في تاريخ مصر. وأيضا من خلال تعرضه على المسرح في مجموعة من الاحتفالات الوطنية، فهو صوت مصر وشعبها. شارك بالعديد من الأعمال المسرحية منها الملك لير، أهل الكهف، الوصية. بالنسبة للسينما شارك في العديد من الأفلام منها فيلم المصير، عفريت النهار، هي غلطة. بينما في مجال الدراما فقد شارك بالعديد من المسلسلات منها الجماعة، الاختيار، هجمة مرتدة. نال خلال مشواره الفني العديد من الجوائز والتكريمات، كان آخرها تكريمه بالدورة 16 للمهرجان القومي للمسرح المصري. أيضا تم تكريمه من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن دوره في مسلسل الخواجة عبد القادر. جائزة الرجالة السينمائية للفنان القدير أحمد فؤاد.